مشكلة ثورات الربيع العربي؟ هل الخطأ في فكرة الثورة أم الثوار؟ كيف يمكن التعامل مع تداعيات انتكاسة الربيع العربي؟ هل هذا الأمر من الممكن إصلاح المسار فيه أم علينا أن نبدأ مسار جديد من نقطة البدء مرة أخرى؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها. كنا نأمل أن يبدأ الحوار مع الأستاذ طارق الحميد المحلل السياسي ورئيس التحرير السابق بجريدة الشرق الأوسط عبر ساتلايت من لندن، لكن لسبب وجود عواصف رعدية شديدة فوق أوروبا فهو يعني مشكلة فنية لم نستطع، أحيانا تيجي الصورة وأحيانا ما يجيش الصوت، حاولنا نعمل هذه التجربة لكن في مشاكل شديدة، فبنعتذر له وبنعتذر لحضراتكم. إذا تصلحت الأمور فنيا فبالتأكيد هيكون معنا أو يكون معنا على التليفون. نفسي أرحب بضيوفنا في هذه الحلقة. من على اليمين الدكتور حسن أبو طالب، أستاذ العلوم السياسية ومدير معهد الأهرام الإقليمي، وأيضا هو دلوقتي رئيس مجلس إدارة دار المعارف. فأولا مبروك وأهلا بحضرتك، شرف كبير لي أيضا يكون معنا أستاذنا الدكتور عبد المنعم المشاط، أستاذ العلاقات الدولية والأمن القومي. نقول للسادة المشاهدين إذا انصلحت الأمور في الساتلايت أو على التلفون هنقدر نتواصل مع الأستاذ طارق الحميد. دكتور عبد المنعم، هل المشكلة في الثورة، فكرة الثورة، أم في الثوار بدليل أنه حدثت انتكاسات وحصل في بعض الدول في العالم العربي اختطاف لفكرة الثور؟ أنا أولا أشكرك على اختيار الموضوع الحقيقة يعني، ومن هنا بنهني المصريين جميعا والشعوب العربية بالثورات الربيع العربي. المشكلة ليست لا في الثورة ولا في الثوار الحقيقة يعني. المفهوم طبعا احنا بنتكلم عن مفهوم جديد للثورة، والحقيقة العرب وبصورة خاصة المصريين أسهموا في تطوير نظرة الثورة، وينبغي أن احنا نؤكد على الحكاية دي لأنه مفهوم الثورة. طب الثورة قبل المصريين كانت إيه؟ بالزبط. بعد التجربة المصرية بقت إيه؟ مفهوم الثورة اللي هو مأخوذ من الثورة الفرنسية والثورة البلشفية في الاتحاد السوفيتي السابق، بتقوم على أربع مؤشرات أساسية مكونات: الجماهير، القيادة، الأيديولوجية، البرنامج. أربعة بيكتمل الأربعة يبقى عندي ثورة. في الحالة المصرية بالتحديد أنت لا يوجد برنامج ولا يوجد قيادة، لكن عندي جماهير، يعني عندي جماهير أساسا يعني، سواء اللي هم بدأوا بالثورة اللي هي يعني شباب الطبقة المتوسطة العليا من مصر، متعلمين كويس بدأوا بالثورة ثم انتقلت إلى الجماهير المصرية في على الأقل في العشرة أيام الأخيرة من الثورة. لكن الجديد هو استخدام المصريين بصورة خاصة للسوشيال ميديا اللي هي التواصل الاجتماعي. وهذه عبقرية الحقيقة، استخدام مكثف، لعبة دور القيادة ولعبة دور الأيديولوجية. ومش عايزين أيديولوجية الحقيقة، يعني ميزة الثورة المصرية الحقيقة حتى اليوم ما فيش أيديولوجية إلا في مرحلة واحدة بس، حينما يعني نط عليها كده الإخوان المسلمون يعني. فده الحالة الوحيدة يعني اللي هي أقدر أقول فيها أيديولوجية. لكن فيما عدا هذا الحقيقة الطبقة، شباب الطبقة المتوسطة العليا، شباب استخدام وسائل الميديا الاخر. وانا من حوالي سنه ونص تقريبا يعني كنت في نيويورك في مؤتمر اعتقد انه كان مهم يعني عن ثورات الربيع، الحقيقه قالوا الربيع العربي ما قالوش ثورات الربيع العربي، واختلفنا اختلاف كبير جدا مع اكاديميين امريكان، وقالوا اصلي مارجريت ميد قالت كذا ومش عارف مين فاير باند قالوا كذا سنه 1960 من القرن الماضي، ما حدش كان عايش الثوره، التكنولوجيا الضخمة في وسائل الاتصال ودور وسائل الاتصال في هذا المجال. احنا بنقول انه قبل الثورة في تراكمات وفي اللي بيسموه latent violence اللي هو العنف الكامن. وطبعا حسن كان مشرف على صفحة الرأي في الأهرام، كنا بنكتب على ايديك يا حسن انه التهميش السياسي والحرمان الاقتصادي يؤديان اذا تكاملا واجتمعا يؤدي الى الثوره. كتبنا الكلام ده، التهميش السياسي
والحرمان الاقتصادي النسبي إذا اجتمع معا على طول يقود يعني إلى الثورة. انت لما تبقى عشان نبسطها للناس، لو أنت مش موجود في صناعة القرار أو مش لاقي تاكل والاثنين اجتمعوا مع بعض، يبقى أنت مش حر وجعان، يبقى الاثنين مع بعض يؤدي للثورة، يؤدي للثورة تماما يعني. لكن بقى لكن حسب درجة الوعي يبقى في شكل ثورة. ما هو ممكن في ثورة وفي ثورة وفي في 100 شكل للثورة طبعا، لكن احنا عايزين نوصف في ثورات بتنجح وفي ثورات بتفشل طبعا، وفي ثورات بتستمر وفي ثورة مضادة الى اخره يعني. وفي ثورة تتحول لانقلاب بالزبط. وفي ثورة تختطف بالظبط كده. فاحنا عندنا الحقيقة الثورات العربية، وطبعا هناخد الثورة المصرية ككيس يعني كحالة دراسية، انه احنا وظفنا الإعلام الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي كبديل للقيادة إلى آخره، ولم توجد أيديولوجية كما نعلم يعني، وأيضا لم يوجد برنامج، لكن يوجد أهداف عامة، الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. طيب. أربع أهداف عامة. طيب معلش هقف معك عند النقطة دي معلش عشان الوقت، وأسأل الدكتور حسن أبو طالب، لما يكون في أهداف عامة لكن ما فيش برنامج، ده ينجح أم يفشل الثورة؟ لا، يضع صعوبات كبيرة على الثورة. وأنا يعني هختلف شوية مع يعني أخي وصديقي وأستاذي أيضا الدكتور عبد المنعم المشاط في مسألة التعريف الثورة بهذا الشكل. يعني أنا واحد من الناس اللي نزلهم في 25 ونزلهم 28 والساعة 4 حينما أعلن أنه الانهيار الداخلية وأن الجيش تقرر نزوله، حدث ان احنا كنا في ميدان الدق في ذلك اليوم 28 جمعة الغضب، كان في جموع كبيرة جدا جدا جدا. بعض الناس بدأوا يسألوني يعني احنا ايه اللي احنا بنعمله، هل نروح الميدان ولا ما نروحش الميدان. انا بحكي الواقعة ديت لان ما كانش في هذه اللحظة تعريف واضح عند جموع الناس اللي نزلت واحنا بنعمل ايه. احنا نزلنا او معظم الناس نزلت علشان تعبر عن درجة من الاحتجاج العنيف ضد ممارسات الشرطة، وكان صفحة خالد سعيد يعني عاملة تأثير غير طبيعي لدى آليات التواصل الاجتماعي اللي حضرتك اعتبرتها يعني جديد في المسألة. أنا بعتبرها جديد في الآلية، فهي مش كل الشباب، هي جزء من الشباب، وهذا الجزء من الشباب اللي هو موجود على الإنترنت وهدفهم ليس تغيير النظام بأكمله، ولكن احتجاج على واقعة محددة، وقائع محددة، ويمكن أقصى طموحهم إما لجنة تحقيق أو إقالة وزير الداخلية. ده صحيح، هو ده كان الكلام حتى الساعة 6 يوم 25 يوم 28 يوم الجمعة. وكان الكلام، وبعض الناس يمكن أنا برضو في حديث كان عمله الأستاذ إبراهيم عيسى كان بيتكلم فيه لما كانوا في التحرير، وبرضو جموع من الناس التفت حواليه كان بيسأله يعني هنعمل إيه، نقعد في الميدان ما نقعدش، نقعد في ميادين مصر كلها، نسيب طب نعمل إيه. كان ده سؤال كبير جدا جدا جدا، وكان بيعكس مسألة أنه فعل الثورة في ذلك اليوم كان فعل احتجاجي، ما كانش فعل تغييري. في مقولة كده يمكن أنا مش عارف مصدرها إيه، لكن أنا سمعتها من أحد قيادات الشرطة في ذلك اليوم، قال إنه الجماهير إذا باتت ليلة واحدة في الميدان أو في الشارع لازم تاخد الجائزة الكبيرة. فقيل في ذلك الوقت وما هي الجائزة الكبيرة؟ الجائزة الكبيرة إن رأس النظام لابد أن يختفي. فبدأ يحصل فيه تطور. طيب. في الكلام بس حوالين، بس عندك في حالة رابعة، شوف باتوا كم اسبوع وما خدوش الجائزة الكبيرة، ما كانش الجماهير بالظبط، ما كانش ده كامل. ما انا بسألك السؤال ده عشان لا افرق ما بين التحرير ورابعة. التحرير في 28 وعلى فكرة الظاهرة ديت مش كانت قاصرة على مصر، وانما كانت ايضا من خلال متابعتنا لليمن كانت تنطبق على الكلام اللي انا هقوله ده وتونس. الجماهير هنا كانت مصر كلها او الوطن كله او فئات الشعب كله في نازلة علشان حاجة محددة، فبالتالي الجائزة بتاعتها بتبقى جائزة كبيرة. لكن هو بالنسبة للإخوان ورابعة والنهضة كان المسألة مسألة فصيل، لأنه كان قدامها باقي الشعب بيطرح حاجة تانية، باقي الشعب والمؤسسات بتطرح حاجة تانية خالص، وبالتالي فشلت. ليه؟ لأن ملهاش الامتداد الجماهيري الواسع ولا المؤسسي الواسع. وانت تعلم انه حتى يعني
من خلال علاقاتك كده وعلاقاتنا جميعا كنا نعلم جيدا ان في حاله من حالات الاستياء داخل مؤسسات الدوله كلها في السنوات الاخيره في حكم مبارك. يعني ما كانش فقط الشارع ولكن كان في جوه المؤسسات. كان جوه المؤسسات واعني بكل المؤسسات سياديه وغير سياديه. وعلى راسهم كان الجيش. على راسهم الجيش ووزاره الخارجيه وقطاعات في وزاره الداخليه. طيب تسمح لي بعد الاستراحه الاعلانيه نواصل هذا الحوار، تابعونا بعد الاستراحة. ومرة أخرى بنعتذر عن التأخير بسبب العطل الفني بسبب العواصف الرعدية فوق أوروبا، تابعونا.